طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. يا بخت الأم اللي جابتك واعتنت بيك. قول يا بخت اللي بيسمعوا كلام الله وبيعملوا بيه. علمنا الصلاة زي ما يوحنا علم تلاميذه. لما تصلوا قولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. ربنا قال في الكتاب المقدس إن المسيح هيجي ويخلص العالم من الخطية، وحياة يسوع بتقدم لنا الدليل على إنه هو نفسه الشخص اللي اتكلم عنه الأنبياء. والنبي إشعياء قال: العذراء هتحبل وتولد ابن. وبعد كده بمئات السنين اتولد يسوع وتحققت النبوة. والكتاب المقدس بيقول إن القدوس اللي هيتولد هيبقى هو ابن الله، وده معناه إن يسوع هيقولوا عليه ابن الله، طبعاً بالمعنى الروحي مش الحرفي للكلمة. وده بنشوفه واضح في الطريقة اللي عاش بيها يسوع، لأنه شفى العيانين وغفر خطايا الخطاة ورجع لهم علاقتهم بالله ووعدهم بمكان مع ربنا في ملكوته. وبعدين قدم نفسه ذبيحة بدل الناس عن خطيتهم، وقام من الموت وانتصر عليه. يسوع قال: ما حدش يقدر ياخد حياتي مني، أنا اللي أقدمها بنفسي. وحياة يسوع مش بس اتحقق فيها كلام الأنبياء، لكن أكدت كلام الله نفسه. الأنبياء قالوا: كلمة الله كاملة، وكلمتك يا رب تعيش للأبد. ويسوع نفسه قال: حتى لو السماء والأرض زالت فكلامي مش ممكن يزول. وجه يسوع عشان يدينا حياة سعيدة غنية،
بس لما الناس عصوا الله اختاروا انهم يمشوا في طريقهم، واعمالهم دي فصلتهم وبعدتهم عن الله اللي خلقهم. والكتاب المقدس بيقول الناس كلهم عملوا الخطيه، وبيقول كمان اجره الخطيه موت، وده معناه موت روحي، يعني انفصال عن الله للابد. وزي ما ربنا بعت خروف ياخد مكان ابن ابونا ابراهيم ويموت بداله، بعت يسوع المسيح يموت بدلنا. وحياه المسيح وموته وقيامته رجعوا العلاقه بين الله والناس اللي امنوا بيه واتكلوا عليه. ولحد دلوقتي اللي بيتبعوا يسوع مش بس بتتغفر خطيتهم، لكن كمان بيتخلصوا من عقاب الخطيه، وربنا بيضمن لهم السماء والحياه معاه للابد. والنهارده يسوع بيقدم لكل واحد الحياه الجديده والتحرر من الخطيه وقوتها. ده مش معناه انك تتبع دين وبس، لكن انك تختار تؤمن بالمسيح اللي قال انا واقف على الباب اخبط، ان حد سمع صوتي وفتح الباب هدخل بيته. وده معناه اننا نرجع لله ونؤمن ان يسوع هيدخل حياتنا ويغفر خطيتنا ويخلينا نعيش زي ما هو عايز. مش كفاية إنك تصدق الكلام ده بعقلك ولا حتى تنفعل بيه بإحساسك، إحنا بنقبله بالنعمة وبالإيمان، وده عمل من أعمال الإرادة. ولما يكون الناس مستعدين يتبعوا يسوع المسيح ممكن يكلموه ويعترفوا له. إذا كنت مستعد لكده تعال له، قرب منه واعترف بخطاياك وتعهد بإنك تتبعه. يا رب يسوع أنا محتاج لك، أشكرك لأنك مت على الصليب علشان خطيتي، أنا بعترف وأتوب يا رب عن خطيتي. وبفتح باب قلبي وحياتي وأقبلك مخلص ورب وسيد. أشكرك لأنك غفرت خطيتي واديتني حياة أبدية. خليني أعيش زي ما أنت عايز يا رب، لأني هتبعك وأمشي معاك. آمين. يسوع قال عن المؤمنين بيه خرافي تعرف صوتي وأنا أعرفها، وهم بيمشوا ورايا ويتبعوني. وعشان تعيش الحياة السعيدة الغنية اللي بيوعدنا بيها الرب يسوع لازم تكلم ربنا كل يوم بالصلاة وتقرأ أو تسمع كلمة ربنا، وكمان تكلم غيرك عنه، وتتقابل دايما في اجتماعات مع الناس اللي بيحبوا يسوع وبيمشوا وراه ويعيشوا معاه. وما تنساش أبدا وعد يسوع العظيم، كل السلطان اللي في السماء وعلى الأرض عندي، وأنا هكون دايما معاكم لغاية نهاية الزمن.